عالم الفنون الاستعراضية عالم واسع من التفاصيل بكل ما فيه من فنون أدائية أو ملابس وأكسسوارات، ويعتبر مجال يشهد تصاعد كبير في الفترة الأخيرة. رؤى الصحاف فنانة ومدربة فنون استعراضية ومهتمة بتصميم أفكار وملابس الاستعراضات منورتنا في ساعة شباب. بداية رؤى، كيف كانت ظروف دخولك في هذا العالم، يعني عالم المسرح والفنون الاستعراضية، العالم الجميل؟ أهلا لميا. دخلت مجال الاستعراض مو من فترة طويلة، حوالي 8-9 سنوات. بدأت فيها خارج المملكة، ولما أول ما سنحت الفرصة إنه بدأت في مجال المسرح والفنون الأدائية في المملكة، فالحمد لله الفرصة اتفتحت واغتنمناها ودخلنا في مجال الاستعراض. فبدأت بتدريب الكوريوغرافي والفنون الأدائية، كان عندي استوديو لتعليم الفنون الأدائية، ومنها تحولت الفكرة لوجود الطلب عليها، اللي هو تصميم الملابس الاستعراضية. يعني ما شاء الله عليك، درستي في فرنسا لفترة، ودنا نعرف إيش الإضافة اللي حصلتي عليها من الخبرات الأجنبية، وبعدين أكيد راح نتكلم في التفاصيل. أنا دراستي في مجال الفنون، ومن مجال الفنون توجهت لمجال التصميم الملابس، فجمعت الاثنين في بعض مع الخلفية اللي عندي الاستعراضية، وحبيت أنتج ملابس استعراضية تخدم الاثنين، مجال العروض الأدائية ومجال المسرح. جميل جدا. الملابس التراثية، الملابس الاستعراضية للمسرح، البروبس، اكسسوارات المسرح، شاملة جميع طب ايش الاضافات اللي حصلت عليها من الخبرات الاجنبيه؟ ما كان وقتها متوفر التدريس ده والتدريب هنا عندنا زي ما هو متوفر الان، فالحمد لله فادتني في اني كنت يعني سباقه في الموضوع ده، يعني جيت وانا يعني صح. من خلفيه من خلفيه متعلمه فيها وداخله فيها من اول، فالحمد لله ادتني الرياده في هذا المجال. واليوم يعني ما شاء الله عندنا تزايد كبير في الحاجه لهذا التخصص، كيف بتشوفي الفرص وفي نفس الوقت ايش بتقدمي؟ الفرص اللي مفتوحه للشباب الان جميله جدا، ومنها تعاقدنا مع شركات تالنت محليه لرعايه واداره الموهوبين المحليين. فهذا كان شيء جميل، وكانت بداية جميلة مع بداية السنة الحمد لله وقعناه، ونتطلع لشركات عالمية ندخل فيها كشركة سعودية أو كمصممين سعوديين في هذا المجال. طب يعني أنت بتدربي هذول الموهوبين، بتقدموا لهم الملابس الاكسسوارات، ودي صراحة أعرف تفاصيل أكثر، يمكن أجي يوم أتدرب عندك. الله يحييكي، تعالي تشرفينا حبيبتي. كنا بنسوي تدريب وإدارة الموهوبين، بس مو أنا اللي بسويه، مع شراكة مع الشركات اللي وقعنا معاهم، نصمم الملابس على حسب إيش الأداء اللي مطلوب منهم، سواء كانت عروض أدائية كرقصات، تصميم رقصات، سيرك، آخر شيء كان اللي هو السيرك اللي في الرياض هنا، وإن شاء الله جاي جدة. في مجالات كثير، مو بس تكون رقصات، يعني في عروض أخرى غير الرقصات، زي الأزياء الشعبية، الرقصات الشعبية، الفنون الشعبية. طب عادة يعني مين اللي بيحط المواصفات أو المعايير للملابس والإكسسوارات الاستعراضية في نفس الوقت المسرحية؟ هل أنت بتختاريها ولا معاكم فريق؟ أول شيء نسويه إنه بنجلس مع الأرت دايركتور للبروجكت اللي تواصلوا معانا، وبنعطيهم التصور المبدئي لشكل الأزياء، بندرس الشخصيات، كل شخصية إيش اللبس اللي يتوافق مع الحركة ومع دورها في الأداء، نديهم التصور الأولي،
نديهم السكتشات الأولية ومنها نبدأ في التصنيع ونجيب الخامات والفيتنج والبروفات ودي الأشياء، فيكون عمل مشترك بيننا وبين أصحاب البروجكت. ونوصل لأحلى بارت هو الأداء الاستعراضي، فودي أعرف إيش أقدر أعرف عن تفاصيل التجهيزات اللي بتتم في هذا النوع من العمل؟ هو it's a whole process، من تبدأ من فكرة للأداء نفسه، هل هيكون كوريوغرافي رقصة واحدة، هل هيكون عمل متكامل، لرسم الفكرة نفسها، لتجميع أفكار متقاربة تخدم الفكرة، للبروبس اكسسوارات اللبس نفسه، لحتى يكون عمل متكامل. It's a whole process، يعني it takes a village حتى يتم الموضوع. صحيح. طب ولكن كلميني عن التدريب شوي، يعني مثلا بعد ما توصلوا للفكرة للثيم نفسه تجي مرحلة تهيئة العناصر لتقديم هذا العرض، فهنا إيش بيصير وقتها؟ هنا بيصير إنه أول شيء تتم البروفا، لو كان أتكلم لك لو كان عرض مثلا زي السيرك، حتتم البروفا بالارت دايركتور بالكوريوغرافي بكل الرقصه زي ما هي، بعدين تبدا بالكوستيمز باللبس بالبروبس، ومنها يبدا تعديل، هل في حاجه وقفت في يعني بعض الملابس ما تبان عيبها مثلا الا في التنفيذ، صح؟ أيوة. اللبس ما هو مناسب، يسوى ستينز، الطبعات ما هي مناسبه، فيبدا التعديل وقتها. بالنسبة طيب لتصميم الرقصات أو الأداء الاستعراضي كيف بيكون؟ هل بتشوفيه صعب ولا سهل، خصوصا أنه ما شاء الله تبارك الله عندنا شباب وبنات موهوبين في كل المجالات، ولكن تحديدا في هذا النوع من الأداء الاستعراضي، هل بيكون تدريبهم سهل صعب؟ هل بتوصلهم الفكرة بالسرعة؟ هل يحتاجوا ساعات طويلة مثلا؟ ودي تشرحي لي أكثر. مو سهل ابدا، فكثير يفكر الموضوع سهل انه خلاص التدريب حيتم على الرقصه المعينه ولا على الاستعراض المعين وخلاص. لا، التمرين يبدا من البدايه، تحميه احيانا يجلسوا 8 إلى 6 ساعات في اليوم يوميا عشان عرض واحد، فابدا ابدا مو سهله، اللي يدخل فيها لازم يكون ملتزم فيها وجاهز انه للتحدي اللي حيواجهوا فيها، لانها صراحه ما هي عمليه سهله او بس للتسليه او تضيعه وقت، هذا عمل كامل ياخذ اليوم منه، ياخذ كنا دوام. طب بما انك ما شاء الله عليك يعني متخصصه في هذا المجال، قد ايش بتشوفي فيه فرص في هذا المجال للشباب السعودي؟ والله ما شاء الله الفرص كل ما لها بتزيد، وكل ما لها بتتفتح مجالات جديدة، منها الناس المؤدين. زمان كان المؤدين فقط في الغناء، الآن صار المؤدين في شتى المجالات، من سواء رقص، أنواع الرقص المختلفة، العروض، الماجيك شوز، التريكس، الباركور، الناس اللي يكونوا أصلاً عندهم تالنت في الجيمناستيك ولا لياقة فنية عالية مو عارفين يوظفوها في فن أدائي. صحيح. فإحنا بندور الناس اللي عندهم الفيزيكال فت، بس في نفس الوقت يكون عندهم المنتاليتي المتفتحة إنهم كثير من خصوصاً يمكن الشباب أكثر من البنات لسه مو مستوعبين إنه أنا أطلع في أداء، أنا ألبس زي، أنا يعني أرقص قدام الناس. فهذه كانت واحدة من التحديات اللي واجهناها في البداية، لكن ما شاء الله بيستمر. يعني أنت كده كده بتأدي أداء بس تحت مظلة عرض مسرحي أو عرض سيرك. فهذه التحدي، واحدة من التحديات بس اللي كانت إنه نشيل الستيغما من فكرة إنه الأداء الاستعراضي ترى it's a business، ترى عمل، it's a full time job، ما هو هواية أو عمل هواة.
حلو، بما انك يعني رؤى تكلمتي عن التحديات، ايش رايك نتكلم عن اكثر الصعوبات او التحديات اللي واجهتيها في هذا المجال، وكيف ايضا قدرتي انك تتخطيها؟ في البداية كانت الصعوبات إنه المجتمع ما كان متقبل هذا الشيء، ما يعني أنا بدايتي كانت من 2014، كان لسه شيء جديد. فكانت عملي وتعاملي مع تعاملت مع دبي، مع باريس، مع لبنان، قبل ما أبدأ أتعامل في السعودية. والحمد لله عملي في الخارج هو اللي عمل لي يعني صيت وسمعة، الحمد لله إنه يرجع يستدعوني هنا وأبدأ عملي في بلدي، الحمد لله. جميل، وأكيد فهذه كانت أول تحديات يعني. ونحن أكيد نتمنى لك كل التوفيق في هذا المجال، نورتينا وشرفتينا، يعطيك العافية. يا أهلا فيك، شكرا لكم. شكرا لك. مشاهدينا أكيد مكملين معاكم بعد الفاصل، الشاعر عبد الله الأهدل في ضيافة ساعة شباب، والسؤال الأهم طبعا، لماذا يواجه الشعر عزوفا من الشباب؟